حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم الذي تشاهدوه مباشرة وحصريا على قناة الأيام الفضائية. فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. قبل لنبدي ونبلش بمواضيعنا، موضوع الحلقة السابقة اللي تحدثنا به هو موضوع سقوط بناية الكرادة اللي هو المختبر الوطني في ساحة الواثق. سوينا حلقة كاملة عن الموضوع، أخذنا آراء المهندسين والمختصين، وايضا اخذنا من الدفاع المدني الناس اللي قالوا عدد الضحايا ايش قد، العدد اللي طلع بسلامه، العدد اللي يعني عنده اصابات قد تكون سهله. على العموم هذا مو موضوعنا، الموضوع انه بعد كلكم عرفتوا انه احنا سوينا حلقه كامله وبينا لكم كل التفاصيل، والحمد لله وشكر ما بقى احد تحت الانقاض سواء جثه او شخص يعني على قيد الحياة. في حلقتنا السابقة من تناولنا الموضوع، اكو موضوع مهم راح ابلش فيه انا قبل الحلقة، هو ما له علاقة بالحلقة، وبالمناسبة هو حتى الخبر اللي انتشر هو هم مسحوه، لكن انا اتحدث عن تضليل للرأي العام، اتحدث عن حرب اعلامية ما بها اي شرف. اكو شرف احيانا يكون للخصومه، اكو شرف للحرب، اكو شرف انه انت من تحارب تحارب بشرف، مو تتصيد بالماء العكر وممكن تسبب مشكله بين دولتين. بعد ما سقطت البنايه بالكراده بعد 18 دقيقه، يعني ممكن الغبار بعده بالجو، ممكن حتى اكو ناس بعدها ما وصلت للبنايه وبعد 18 دقيقه من الحادث، طلع خبر باحدى القنوات وراح اطلع عن الخبر هنا، مفاده انه بسبب الحديد الايراني سقطت البنايه. نفس الوقت طلع فيديو بسبب الحديد الصيني سقطت البنايه. وكل هاي الاخبار تفندت من طلعوا المختصين وقالوا السقوط جاء بسبب التصاميم، لا بسبب حديد ولا بسبب كونكريت، بسبب التصاميم. واثبتوا بعد ذلك انه لا الحديد ايراني ولا صيني، لكن اتكلم عن مدى القذاره اللي يتحدث بها البعض وينشرها بمواقع الرسميه. هذا الخبر اللي راح يظهر امامكم، طبعا انا بحثت عن الخبر بس لقيته ممسوح مع الاسف، رديت اخذ منه تعليقات، رديت اخذ منه تفاصيل، بس كانت عندي صوره للخبر محفوظه بجهازي. قناه دجله الفضائيه، حديد التسليح الايراني يتسبب بانهيار المجمع الطبي وسط بغداد وابرياء العراق يدفعون الثمن. بس لاحظ لي على التوقيت بعد 18 دقيقه، اذا نقدر ناخذ التوقيت مخرجنا اذا يطلع واضح، بعد 18 دقيقة، 18 دقيقة من الحادث، يعني لا صار تحقيق، لا صار جت لجنة ممكن تحقق بالحادث، لا الدفاع المدني قال شنو الأسباب، لا المهندس، بعد كل شيء ما حد يعرف، طلع فيديو قالوا بسبب الحديد الصيني، وطلع هذا الخبر انه بسبب الحديد الإيراني. بعيدا عن إيران، بعيدا عن الصين، اليوم الموقع الإخباري أو الصفحة الرسمية لقناة فضائية مثل قناة دجلة من تنشر خبر وهي ماكو أي تحقيق مفتوح بالموضوع، ماكو أي لجنة جتي وكشفت عن الحادث، بعد الغبار بالجو مال الحادث، بعد ما حد واصل ممكن زين، بعد حتى ما حد يعرف شلون وقع، تفجير، وقع الوحدة، وقع على اليسار، ما حد يعرف، بسبب الحديد الإيراني. نفس الوقت كان اكو
خطاب للسيد حسن نصر الله، يقول بأنه بما معنى أنه اللي يريد يخلي العداوة بين العراق وإيران هذا شيطان، هذا شيطان. فالشيطان دائما ما يسوي المشاكل بين أبناء الشعب وبين الدول. لا الحديد طلع إيراني ولا طلع صيني، ولا المتسبب بالحادث هو الحديد. هذاك الحديد هسه من تروح تفوتاني يومية طريقي على البناية، يومية أروح وأتفرج، الحديد باقي كما هو زين، لكن بسبب التصميم كما ذكر المهندس اللي استضافناه هنا وقال بسبب التصميم، والكل أجمع، والمهندس اللي قبل اللي نشر بصفحته الشخصية قال السقوط البناية أنا قبل 4 سنوات مبلغهم بأنه هذه البناية لا تستحمل 4 طوابق، فكيف تبنونها ب6 طوابق؟ التصميم خاطئ. هذه الحرب اللي نتحدث عنها، الحرب الإعلامية القذرة اللي ما بها، أكو مرات أكو شرف للخصومة. اليوم أنا من خاصم شخص أخلي شرف للخصومة، شرف للعداوة. هي هاي معركة لازم تخوضها بشرف. أنت ما حد خطأ، لا لقيت خطأ عليهم ولا على البلدك ولا على، ما لقيت خطأ، بس مجرد 18 دقيقة لحد الآن التحقيق ماكو، جاري على قدم وساق، ماكو إعلان للتقرير عن سبب وقوع الحادث، لكن خبراء أكدوا أنه بسبب التصميم. أنت بعد 18 دقيقة من سقوط البناية ذكرت أنه بسبب الحديد، حديد التسليح الإيراني. هذا اللي أتحدث عنه واللي لازم تعرفوه، شلون القنوات فيما بينها تتحارب بلا شرف. أتمنى أكون وضحت لكم الموضوع بكل تفاصيله، لأنه عندنا مواضيع أخرى ممكن قد تكون أهم من هذه الحرب القذرة اللي ما نريد نخوض بها، لكن فقط مجرد حبيت أوضح لكم مدى الأخلاق من والضمير المهني من ينعدم عن بعض الناس، هكذا تظهر الأخبار. موضوعنا الأول في هذه الحلقة اللي راح نتحدث عنه بشكل كبير هو موضوع يعني مرتبط ارتباط بالزيارة الأربعينية. راح يقول واحد شلون، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أنه العراق في قائمة الأكثر دول استقطاب للسياح في العالم بسنة 2022 بمعدل 1,518,000 سائح، 1.5 مليون سائح دخلوا للعراق ب 2022. فالعراق دخل بمصاف الدول اللي دخل لها سواح كثر لهذا العام. قد يتفاجأ البعض من الخبر، العراق وين بسياحة؟ العراق وين بأماكن ممكن أنت تروح لها وتستمتع؟ ولكن هذه السياحة الدينية وهذه الزيارة الأربعينية، الزيارة الأربعينية اللي عجز العالم عن وصفها، الزيارة الأربعينية اللي كانت بها أكبر سفرة غذائية، أكبر عدد من الوجبات الغذائية تنمد للناس، أكثر عدد تجمع بشري ممكن تشوفه، أكثر خدمة من ناس من تلقاء نفسها تطلع تخدم، الزيارة الأربعينية. هذا الموضوع وهذا الخبر اللي دخل العراق بأنه يدخل له 1,518,000 سائح للبلد هو بسبب الزيارة. طبعا هم الرقم أكثر، اللي دخلوا للبلد أكثر بكثير من هذا الرقم زين، بس هو لمجرد دخول العراق بهذه المنافسة أنه أكثر بلد أجته ناس تزوره أو تدخل أو تجي للمراقد الدينية، كان من يكون هاي ببركة أهل البيت اللي هم موجودين بالبلد وإحنا عايشين بشفاعتهم عند رب العالمين. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وناخذ التعليقات وكيف انتشر بصورة كبيرة جدا. العراق في قائمة الأكثر دول استقطاب للسياح في العالم بسنة 2022 بمعدل 1,518,000 سائح.
تقول جوري: الفضل للزيارة الأربعينية، والله العراق منين بي سياحة، أشو حتى الأهوار جفت بسبب إهمال الحكومات، ووضعت قلب مكسور، قلبها مكسور. أنكيدو يقول: 1.5 مليون فقط سياحة دينية، تخيلوا لو مهتمين بالمواقع الطبيعية مثل البحيرات الأدنى أو الطارات، ما أعرف شو قصد بالطارات، أو المواقع الصحراوية بالسماوة مثلا، أو المواقع الأثرية اللي تبدي من البصرة تنتهي لآخر نقطة على جبال كردستان، راح تلقى منحوتات ايش قد راح يكون عدد السياح. عندنا كل انواع المواقع: دينيه، اثريه، اسلاميه، مسيحيه، يهوديه، رافدينيه، قديميه، ما اعرف شو كاتب هو، عصور حجريه، مواقع طبيعيه صحراويه خضراء جبال، و و و واحات كلش، بس اكو يا من تحكي. كل هذا فعلا هو موجود بالعراق بالازمان، ولكن الفضل يبقى للحسين والزياره الاربعينيه. يقول او تقول لينا: لا تغشمون نفسكم، ترى كلهم زوار زيارات مليونية دا تصير بالعراق، يجون يزورون زيارات دينية من هواية دول، أولهم إيران، مو سياحش عندنا قابل شو بالضيم وكهرباء ماكو والمي نشف، وحتى اهتمام بالأماكن السياحية ماكو، حتى العالم تجي كل شيء مهمل ومتروك، فقط بالزيارة ماكو شيء مهمل ولا أكو شيء متروك. أتمنى أن الدولة تتخذ من العتبات نموذجا لكي تعرف معنى العمل، كيف للدولة أن تعمل، لتتعلم من العتبات الحسينية العباسية العلوية. خل تتعلم ما بيها شيء في بلدك، لا تروح للبعيد، تعلم منهم شلون جاي يشتغلون حاليا، موضوع طبيعي. نرجس تقول: والفضل للمراقد المقدسة، حفظ الله عراق الحسين. أما مصطفى يقول: خلف الله على السياحة الدينية والحشد والقوات الأمنية والشهداء اللي رجعوا لنا وطن رايح لطريق ما بي رجعة على يد المتطرفين بالدين. أكيد كل الفضل للقوات الأمنية والحشد الشعبي اللي ساهموا بتحرير البلد من العصابات الإرهابية اللي عاثت بالبلد فسادا ورعبا وإجراما وقتل ووحشية، دائما من يتصدى لهم الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية البطلة. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع دخول العراق بمرتبة كبيرة لعدد السواح للدول اللي دخلوا بسنة 2022، والفضل يعود للمراقد الدينية وللزيارة الأربعينية. زيارة الأربعينية اللي مثل ما قلت لكم في بداية الموضوع عجز العالم عن الوصف. قد يظن البعض أنها أو أن العراقيين لماذا هكذا هم متمسكين بالزيارة، ولكن من يأتي ويشاهد تتغير كل مفاهيمه. أتحدث عن دول العالم الذي لا يعرفون شيء عن الإمام الحسين أو عن الزيارة الأربعينية أو عن أهل البيت بشكل عام. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. أما موضوعنا الثاني هو الموضوع الأغرب لهذا العام، عندما يفقد الإنسان حياته ويذهب إلى مأواه الأخير للقبر. أحيانا بعض الأهالي يضعون صورا لقبور ذويهم، صور تعلق فوق القبر. هذه الصورة قد تكون دلالة، قد تكون شيء رمزي عندما يذهب ذوي المتوفي ينظر بصورته يتمعن، هي زيارة يزور ذويه. هذه الصور بأغلب القبور تكون موجودة، لكن بعض الناس وصل بهم الحال أنه إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة صور
من فوق القبور. شو تسوي بها؟ شو تسوي بها؟ تسرق صورة من فوق قبر، شو راح تسوي بها؟ تبيعها؟ تبيع الإطار؟ ما شنو شنو فائدتك من سرقة الصورة؟ الميت إلى حرمته، الصورة أنت من تسرقها شنو يعني شنو موقفك؟ وين تريد توصل بينا على حتى نفتهم؟ سرقة الصور من فوق القبور، موضوع غريب جدا وأغرب عصابة ممكن تشوفها بحياتك وأغرب بشاعة وجشاعة لبعض البشر. قد يكون البشر يفوح منه الشر دائما. أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ أين الخصوصية للقبر؟ حرمة القبور، حرمة المراقد. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وشنو كان تعليقات الناس. القبض على عصابة تمتهن سرقة صور الموتى من مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف. تمتهن سرقة صور الموتى، هذه بعض الصور اللي سرقوها، هذه صور ما أعرف يعني هذا ممكن يفيدكم تبيعوا تستفادون منه يعني. بس أنا ما أتعجب، هو اللي يبوق قبق للمنهول لمجاري المياه، اللي يبوق القبق ما أتعجب إذا يسوي غير شيء، ما أتعجب ما أتفاجئ، لأنه واصل مرحلة من الضحالة بالفكر والعقل كبيرة جدا. يراد سنتين واحد وياه يعلمه ويحكي وياه، وممكن حتى يطلع هاي من عقله، يطلع هذا الغلاف من عقله يراد. هذه أيضا صورة أخرى. التعليقات، أبو أساور يقول الله أكبر عليكم حتى الميت ما خلص، حسبنا الله ونعم الوكيل. جرح الزمن الذي جرحها الزمن جرحا عميقا، تقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم همات من الظيم والنوبة ما خلصان، تأخذون الصورة شيلكم بيها؟ هذا السؤال يسأل لهم أكيد. أبو رقية يقول صورة أخوي الشهيد قبل فترة رحنا للقبر مالته، عمت عيني عليه بايقين القفص والصورة مالته. يشاهد الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتذكر أن صورة أخيه الذي استشهد قد سرقت صورته، صورته من فوق قبره. تعسا لكم من عقول. تقول كحيلة أو كحيلة الجنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى الميت ما خلص منكم، شلون نفسية تعبانة. رائد يقول افهموها، الأحياء أولى من الأموات، الأحياء أولى. هؤلاء السراق بهم ناس ما لاقية تاكل وأطفالهم يتضورون جوعا. بعدين هي مقبرة لو معرض مال صور. أريد أدخل حاليا بعقلك حتى أعرف من كتبت هذا التعليق، شنو كان في داخلك؟ شنو الأحياء أولى من الميت إلى حرمته؟ هاي أولا لازم تفهمها، شنو الأحياء أولى من الأموات؟ مثل ما الحي إلى كيانه واحترامه وشخصيته، الميت إلى حرمته. زين، هل مبرر إنه جوعان لازم يسرق؟ هذا مو مبرر.
يقدر يشتغل. اللي سرق الصورة من فوق القبر عنده رجلين وعنده ايدين، رجلين وقف عليهن وايدين قاصبهن الصورة او قدر يسحبهن. اذا هو كامل جسديا ولكن ناقص عقليا ودينيا، ينقصه من الاخلاق والضمير الشيء الكثير. ليأتيني رائد ويقول: افهموها، الأحياء أولى من الأموات. أمنيتي أن أدخل إلى عقلك كي أفهم تفكيرك أثناء وبعد وقبل كتابة هذا التعليق. وأحب أذكرك، الميت إلى حرمته، ومثل ما يقولون إكرام الميت دفنه، يعني حتى من يموت إكرامه دفنه وإلى حرمته. بس بعد أنت إذا تدافع عن السرقة، أنا مالي أي علاقة، لأن أنت تدافع على السرقة وهذا الموضوع اللي يدافع عن السرقة. هسه أنا مو بدور إنه أدخل بالدين أو، بس هو حالة حالة، يعني اللي يشوف ويسكت، اللي يدافع، يعني شنو فرقت عنه؟ لا أعرف. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث في فقرة فيس تو فيس: أمانة بغداد. ليس هذه الصورة بل صورة أمانة بغداد والنفايات. أمانة بغداد قررت تعتزم إنشاء معملين لحرق النفايات واستثمارها لتوليد الطاقة الكهربائية. خرجنا إذا عندك صورة، الصورة اللي وضعت لأمانة بغداد والنفايات. تعتزم إنشاء معملين لحرق النفايات واستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية. تدوير النفايات مهم جدا في الدول، والاستفادة من النفايات أيضا. ألمانيا قد يستغرب البعض لكنها تقوم بشراء النفايات من الدول المجاورة لها، تشتري النفايات بين قوسين يعني يشترون النفايات، يعني ما أريد أذكر المفردة، تشتريها حتى تستفيد منها بإعادة تدويرها. اليوم أمانة بغداد فكرت بهذا الموضوع. هسه لمجرد التفكير شيء مهم جدا ممكن نستفيد من عنده، لأنه أي فكرة متطورة قد تفيد البلد احنا نكيف لها ونفرح لها ونظهرها للناس. لكن بنفس الوقت تدوير النفايات أيضا مهم، الاستفادة منها أيضا مهمة. الحرق ليس وسيلة، ممكن تستفيد من حرق النفايات في توليد الطاقة الكهربائية، وأيضا تستفيد بالغاز، ممكن أيضا تستفيد من الغاز. هذا موضوع مهم لازم نتحدث به ونعرف تفاصيله. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وماذا كانت التعليقات. أمانة بغداد تعتزم إنشاء معملين لحرق النفايات في واستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية. التعليقات، البعض قد يكون معجب بالموضوع والبعض الآخر له حريته. محمد يقول: احرق النفايات اللي بالمنطقة الخضراء والعراق ينظف، إنه باليستين أرض جو. احرقوا النفايات اللي بالمنطقة الخضراء والعراق ينظف، على قولة خابلام تولكيتش. علي يقول: والبشرية كلها تريد تحارب الاحتباس الحراري والجماعة عقلهم بالحرق بدل التدوير. هسه حرق ونستفاد منه بتوليد الطاقة الكهربائية ماشي، تدوير ونستفاد منه هم ماشي، بس مو حرق يحرقه. يعني وصلت مرحلة يحرقون النفايات بمعسكر الرشيد،
والله لو يأتي أحد للمناطق القريبة من معسكر رشيد ويشتم الرائحة والدخان الموجود بالجو، من تحت يقول لك والله هم بي فايدة يقتل لك ما أريد يقتل الحشرات، أريده ما يقتلني، دخان كارثي ورهيب. إن شاء الله يستفادون أمانة بغداد. ذو الفقار يقول: إذا على أمانة بغداد فهي تبحث عن مخصصات المشروع والتنفيذ بعد عمر طويل. أشاطرك الرأي. أحمد يقول: ليس الحرق هو الحل، إنما الطمر والاستفادة من الغازات الناتجة من التحلل لتوليد الكهرباء. وجهات نظر، ما أعرف أسمي دارسين أو لا، بس هي وجهات نظر. عبود يقول: خلص النفط أو لا؟ والغاز ليش تحرقه بدال ما نستورده من الدول وهو موجود عندنا وجاي ينحرق، وتريد هسه بالنفايات تنتج طاقة كهرباء؟ لا أعرف. هذا كان موضوع تدوير النفايات، موضوع تدوير النفايات اللي أو الاستفادة من حرق النفايات، هو موضوع قد يكون مهماً للبلد في تدوير النفايات وحرقها والاستفادة منها بالغاز أو الطاقة الكهربائية. الله يوفقهم إن شاء الله يقدمون شيء مهم للبلد. موضوعنا الرابع المياه. المياه بالعراق، شحت نهر دجلة والأنهر والأهوار، هو بسبب تركيا بنت أكثر من آلاف السدود على الأنهر حتى تستفاد من الماء وتقطع الماء على البلد. يعني الموضوع واضح وضوح الشمس، تركيا هي اللي قطعت الماء. يعني مجرد أنه تصير حوارات بين العراق وتركيا تفتح الماء، تصير دجلة بماء وترجع الأنهر وترجع الأهوار. وزارة الموارد المائية تقول: العراق بحاجة لتخصيص 20% من الموازنة لمعالجة شحة المياه. 20% من الموازنة بتجيب وزارة الموارد المائية. يعني هاي 20% راح تشترون بيها مي آرو وترشوه بالنهر لو شنو؟ شو تجيب صناديق مي تجيب وترش بالمي بالنهر لو شنو حتى تزيد المي؟ شنو والله نحتاج 20% من ميزانية. لا راح تسوي سدود، إذا راح تسوي سدود كان قلت راح نسوي سدود بدال ما المي مالتنا يروح للخليج ويصير بالمي المالح وخلاص الله ومحمد وعلي وياه، نستفاد منه بسد يقضي حاجة العراق والباقي يروح. موضوع طبيعي جدا، 20% من الميزانية المخصصة تحتاجها وزارة الموارد المائية لمعالجة نقص المياه عبر شراء المي الآرو. ما هو غير تفسير، يعني هو تفسير الخبر انه ممكن تشترون مي آرو وترشوه بالنهر بس، والمي الآرو هو اصلا جاي من النهر. لو تشترون صناديق من برا، صناديق مي، تشترون سكيبات مي وترشوا، يعني نفتهم 20% من البوق والسرقة. لنتابع الخبر وتفاصيله والتعليقات. الموارد المائية، العراق بحاجة لتخصيص 20% من موازنته لمعالجة شحة المياه. ايه راح تشترون مي آرو، راح اتكلم لكم بيها. التعليقات. علي يقول: من 2003 لحد الان شنو عملهم؟ وزارة ايش قدها ايش كبرها ولا انجاز محققه، عجيب غريب امركم. يمكن الماي راح يصير مثل الكهرباء، والعراقيين معروفين ايش قد يحبون الاقتصاد او الاقتصادية بكل الامور. خير ان شاء الله، لا هو ان شاء الله خير، ما طول مرتبطين بالله سبحانه وتعالى، فخير ان شاء الله.
الحقوقي رائد العباد يقول يعني شي يسوي؟ مثلا ممكن نعرف لو بس طلب تخصيصات ودراسات وتشكيل لجان والشعب ماكل طين وكاتل العطش. فيصل يقول شنو تشترون بها؟ هاي فيصل ماخذها مني. شنو تشترون بها؟ ماي ارو تديروا للانهر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اي فيصل، انا وانت اتفقنا على انهم قد يستخدمون المي الآرو ويصبونه في النهر. لا عجبا من هذه الوزارة وهذا البلد بصورة عامة، البلد المخترق. العراقي محمد يقول أنا اقترح لو يشتغلون بدون إعلام، بدون إعلام يبوقون وهم ساكتين، وإحنا نستلم رواتب وحصة ورعاية ومتقاعدين ونسكت، مو أحسن؟ وأصلا إحنا ساكتين، من يسكت عن الحق؟ محمد شاكر يقول شو تريد تشتري بيها؟ مي بالبطالة والذب الأنهر؟ والله أنا أتعجب من هؤلاء، حتى صلاة الاستسقاء ما يعرفوها ولا تجي على بالهم، ملتهين وضالين على التخاريف والأساطير والقشمريات والخضروات. شنو الخضروات هاي بالأخير؟ خضروات شنو يعني؟ خضروات شنو؟ ممكن تفهمني؟ أنا ما الله شاهد ما افتهمت، يعني أتمنى تفهمني شنو الخضروات بالموضوع. طبعا هذا كان آخر موضوع في حلقة أو في فقرة فيس تو فيس اليوم، موضوع المياه. وزارة الموارد المائية تريد تخصيص 20% من ميزانية البلد لمعالجة نقص المياه. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، ابقوا معنا لا تذهبون بعيدا. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، اهلا وسهلا وحياكم الله في فقرة الترند تيوب، الفقرة التي تبرز بها الفيديوهات الصورية التي تنتشر بين الحين والآخر في مواقع التواصل الاجتماعي. الدفاع المدني هو من يكافح الحرائق، وهو من يكافح الأعمال التخريبية أو سقوط المدن أو انحسار بعض الناس أو الأشخاص في بنايات وغيرها من الأشياء. الدفاع المدني قد يذهب أيضا إلى الحوادث لانتشال الناس. الدفاع المدني قسم مهم من أقسام أي بلد في العالم، ليس فقط بالعراق. الدفاع المدني عادة يواجه الدفاع المدني صعوبة بالوصول بسبب الازدحامات الطرقية، بسبب العدد الكبير من السيارات، وعادة يعني يواجه صعوبات في الدخول إلى المناطق والأزقة والشوارع. ولكن الأسباب هذه المرة، خلينا نشوف الفيديو أفضل. يا عيني درج 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 ع
ترفع حيلي يا حبيبي. دنك دنك انت دنك. ايه. اطلع قاسم. قاسم اطلع. يلا قاسم. يراد لهم تك تك بعد من هيك يعني صغير حتى يطبون بالشوارع. مو اذا كان منزل محترق كان هسه صار حطب. انت شفتي سياره مال اطفاء بدال ما توخرين ترحين تواجهها وجه بوجه فوقها ما ترحين على صفحه تستدارين استداره كامله بين سيارتين وشارع عرضه يمكن 10 مترات يلا ترحين راحوا واحترق البيت وقاب وانت بعدش تستدارين وانت بالوايرات اللي وايراتك ما تعبر منها السياره يا اخي ليش ماكو شعور بالمسؤولية عند بعض الناس؟ زين اليوم من هذا المنظر احنا نعتب والله الدفاع المدني ما يوصل بسرعة، شلون يوصل بسرعة وهاي الشوارع اللي مليانة تجاوزات بين سيارات، بين منازل، بين وايرات واسلاك كهربائية. تصور الشخص نزل رجل الاطفاء صعد فوق سيارته على مود يوخر الوايرات وهم زين ما نتل على مود تعبر السيارة. ماكو شعور بالمسؤوليه، ماكو تفكير بالناس. زين مثل ما تشوفون الفيديو دقيقتين ساعه يريد السيارات تتوخر، ساعه يريد هاي ام الاكسن تتوخر، ساعه يريد الوايرات الاسلاك يرفعوها. يعني ما اعرف هذا الفيديو لازم من واحد يشوفه تصير عنده وقفه بينه وبين نفسه. لازم يشعر انه هو مسؤول عن حياه الناس الباقين. مسؤول عن جيرانه. هاي الوايرات والاسلاك الكهربائيه الناس يرفعها يا اخي ارفعها. زين انت تيجي تطبق وين ما كان. والله عند الافرع وشوارع يعني بالشارع يسوي له سقيفه ويخلي سيارته بالشارع وياخذ نص الشارع ويبقى نص رايح ناس وجاي. لو يجيك واحد يطبق ويسد الشارع. ما اعرف انا هاي الناس ليش ما تشعر بالمسؤوليه؟ ليش ما تشوف انه هذا الشيء خطا؟ ما اعرف، خلينا نشوف التعليقات. يقول علي هسه عرفت سيارات الاطفاء ليش ما توصل بسرعه بعراقنا الحبيب؟ عمي ليش نذب الصوج بيهم؟ واحنا الصوج مينا؟ صدق الصوج مينا والله عمي، لاعب حلقك. اسامه يقول صار من الضروره تغيير حجم سياره الاطفاء. وجعلها بحجم التوك توك لسهولة مرورها في الأزقة. علي يقول فرع 10 متر وكبهن 6 متر وكل بيت بأربع سيارات، شلون تنحل هاي السالفة؟ ما العلاقة شلون تنحل هاي بعد. ماجد يقول الله يساعدكم ويكون بعونكم رجال وأبطال الدفاع المدني، رب يحفظكم. عدي يقول ويجيك هو هذا نفسه اللي متجاوز يقول لك الدفاع المدني يتأخر يوصل. ليش يتأخر يوصل للحادث؟ والله ما أعرف يا عدي عماد، أنت ممكن هو أنت آخر تعليق وما تقبل تروح. أنت ممكن تسأل الناس نفسهم. هذا كان فيديو للدفاع المدني وصعوبة تنقلهم بالأزقة والشوارع الفرعية بالمناطق. هاي رسالة للناس، أتمنى أنه أنتوا تشعرون بالمسؤولية وما تجي وين ما كان تطبق سيارتك ووايرك رفعة هسه ما تخاف عليه ينقطع نعبرها. الناس من تريد تعبر شلون؟ ما فكرت بسيارة الإطفاء؟ جارك راد يبني وجاب لوري محمل طابوق رمل حصو، ما تقدر أنت تساعد جارك؟ ارفع وايراتك يا أخي. الفيديو الثاني اللي عندنا فيديو اغرب من فيديو هاي مال قفل المعلم وفه التبجيل اكاد المعلم ان يكون هاي كلها بعد ماكو
هاي مال من كنا المعلمه والمدرس اذا فات من الشارع واحنا نلعب طاوله بالشارع نركض نطب للبيت نخاف منه، هاي بعد ماكو. اليوم مدير المدرسه هكذا يعامل. باب مدرستي احترقت والحرقوها معروفين تربية ذيقار ألف مرة قلت لهم هذا هاي اللي اعتدوا عليه تربية ذيقار كلها من بسببكم خسرت هاي ثالث حلالي أنا أحملكم مسؤولية وأحمل الشرطة وأحمل الحكمة إيش كم مرة رحت واشتكيت وعرفت اللي اعتدى علي مرتين شرطة ما تنفتح تنفتح يا غرام اقنعه سيارة لمدير أحد المدارس في ذي قار اللي يحرق بالموضوع واللي يستفز بالموضوع إنه نبلغ إنه يابا ذولة متعرضين لي وأكيد رايح نبلغ الشرطة ونبلغ تربية ذي قار يا حسب كلامه ونبلغ إنه يابا وهاي ثالث سيارة حسب ما يقول ثالث حلال إلي الحلال يقصد به السيارة ثالث حلال إلي يحترق أمام المدرسة لا حماية لا قوات الأمنية ما أعرف زين شنو دور القوات الأمنية بهذا بس هي مبين يعني صار الموضوع واضح من العقاب بس هاي الأدب ماكو أي محاسبة للناس اللي تتخذ هاي الإجراءات زين بالفيديو رجل كبير يعني لا طالب لا شيء وراد يحترق هسه والله ما أدري شوف راد يحترق شوف ورجل كبير هو يعني لا تقول طالب لا تقول واحد يعني رجل كبير يعني اذا المدير هذا مأذي ابنك انت مو المفروض تاخذ ابنك وتجي المدرسه ولي امره اذا انت اب وتحرق السياره لعد ابنك من راح يكبر شو يسوي يطلع مسدسه ويضربه يا اختي والله هذا الزمان صار عجبه خلينا نشوف التعليقات اللي حول الفيديو يقول محمد الدولة فقدت موازينها وأصبحت عبارة عن غابة والقانون بس على الفقير والشعب مغلوب على أمره وأصلا ما يعرف شي يريد وفاهم الحرية غلط أبو أحمد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل القوات الأمنية بس رواتب يستلمون علي صاحب يقول غياب القانون من أوصلنا لهذا الحال وهذا ما تريده حكومتنا اللا رشيدة تعليق أيضا من أم مصطفى تقول ماكو قانون يحمي المعلم والمدرس ويحفظ هيبته بهالبلد بالعكس هم يردون الأمور توصل لمستوى هذا وأسوأ بعد آخر تعليق من رمضان يقول مهما فعل هذا المدير من ذنب فهذا الفعل والتمادي فيه غير مبرر وبالأخص إنه مقابل مدرسة لها كيانها وحرمتها أي بمعنى تم الاعتداء على جميع المدرسة طبعا هذا كان آخر فيديو في حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا من برنامج الوسم الحلقة 111 واحد 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 حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقولكم في أمان الله.